خلينا نستقبل اول سؤال مع استاذنا مع الاستاذ احمد رجائي. استاذ احمد رجائي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي كان بنت خالي مهندسه زراعيه وخدت ارض من الوزاره ثلاث فدادين. طيب. وقالت لي انا ماليش في الزراعه ولا ليا في الحاجات ديت، ممكن تاخدها وتشتريها وتقوم وتنميها يعني بعتها لي يعني. طيب. قلت لها ثمنها كام؟ قالت لي 5000 جنيه. قلت لها طب انا معايا دلوقتي 3000 جنيه، اديت لها 3000 جنيه وباقي 2000 جنيه. اللي حصل ان انا لما شغلت في الارض وجبت بلدوزر وجبت جرار وطلعت ميه وظبطت الدنيا وبقت ايه مزرعه. الارض دي غليت. انا كنت واخدها منها ب 5000 جايبها لي 40000. هي سمعت في الارض وقالت لي بص ما دام انت ما دفعتش الباقي يبقى انا هاخد ثلث الارض. طيب معلش، انتوا سجلتوا الارض ولا ما سجلتوهاش؟ لا سجلت ولا حاجه، ده هي بنت خالي يعني بيننا وبين بعض ما فيش مشكله حبايب يعني. طب تم البيع، بعت واشتريت وفي شهود وكل حاجه ولا لا؟ بعت واشتريت وكل حاجه وفي شهود، بس هي اصرت انها تاخد ثلث المبلغ يعني. في حد جنبك بيكلمك يا حاج احمد. في حد جنبك بيكلمك. بص يا حاج احمد، يعني هي دلوقتي البيع تم وهي موافقه على ان البيع تم، صح؟ ايوه. طب اسمعني، طيب ما انا عارف ان هي ايوه، يعني هي بتقول لك انت خمتني في البيعه دي؟ لا هي بقى سمعت لما التقت. لا معلش، في فرق كبير، اسمعني بس. هو فيها ايه 100000؟ انا اسمعني باشمهندسه، ده الارض هتجيب اكتر من كده، فلما جابت اكتر من كده بدات تساومني على الثلث لان انا ما دفعتش الفلوس كلها وطمعت في الارض، قالت لي انا عايزه ثلث المبلغ. طيب كويس. طيب يا حاج احمد، يعني هي دلوقتي مقره بان انتوا بعتوا واشتريتوا. طيب، والحاجه الثانيه هي عايزه ثلث المبلغ باماره ايه؟ باماره ان هي لها ثلث المبلغ، يعني لها ثلث حقها في الارض. لا خلاص، بص انا فهمت هي بتقول ايه. لا يا سيد احمد، اولا الحاجات دي لازم نكون دقيقين فيها. انت دلوقتي هي بتسأل بتقول والله انا الالفين جنيه اللي فاضلين لي بيساووا تلت الارض، صح كده؟ طيب الحاج احمد، طيب هي بتقول ان اللي فاضل لها تلت الارض. لا، انت بعتي والالفين جنيه اصبحوا دين في ذمته، انت خلاص بعتي. طب والفلوس دي ما بقتش مقابل تلت الارض خالص، الفلوس دي بقت دين في ذمته. يعني مادام تم البيع بيع وشراء وخلاص، ايه اللي حاصل؟ انت ما كنتيش سايبه ال 2000 جنيه على سبيل الشراكه معاه في الارض، ولا انت بعتي له الارض اجزاء. يعني ايه؟ لا انت بعتي له، انت كنت قايله له انا هسيب ال 2000 جنيه ونبقى شركاء في الارض، ما حصلش. ادي اول حاجه. ولا انت قلتي له انا عبيه لك الارض تلت تلت، فبعت لك تلتين وفضل لي تلت، ما بعتيش الارض اجزاء، انت بعت الارض كلها وفضل من ثمنها 2000 جنيه اللي ليكي بقيه ثمن الارض بس، لان هو ده اللي في ذمته، وليس هناك. اذا تم البيع عن تراض خلاص، يبقى الفلوس الباقية من البيع تتحول إلى دين في ذمة المشتري، ولا يصبح الشخص له ما يقابل هذا الدين. لكن إيه اللي حاصل مطالب بيه؟ هو الدين اللي في ذمته. أستاذ أحمد، زي ما قلت لك دلوقتي لازم نكون عارفين إن إحنا ماذا فعل؟ إحنا خلاص البيع عندنا تم، وآثار البيع ونقل الملكية كاملة. يعني ايه اللي حاصل؟ الفدان او الفدانين اللي اتباعوا، الفدان اتباع او الارض اللي اتباعت دي اتنقلت ملكيتها بالكامل للمشتري. طب والفلوس اللي فاضله؟
تبقى مقابل لشيء من هذه الأرض؟ لا، الفلوس اللي فاضلة دي دين في ذمته يسدده، الدين في ذمته ايه؟ يسدده. طب واحد يقول طب ما كده خسرت. طب ما التجارة كده، التجارة ربح وخسارة، ممكن واحد يشتري حاجة فيرتفع ثمنها، وفي بعض الأحيان الناس بتبيع بخسارة لأن هي محتاجة السيولة. فلذلك إيه اللي حاصل؟ وفي حاجة اسمها بيع الحطيطة، إن هو يبيع بأقل من الثمن اللي هو اشترى بيه. فإذا اتنقلت ملكيته كاملة، وفضلت الفلوس اللي فاضلة ديت تحولت إلى إيه؟ إلى دين. وده شيء مهم لازم نعرفه، ولازم يكون واضح عندنا عشان ما يبقاش عندنا افتراضات ذهنية إن أنا مديناك وليا تلت الأرض ملك. لا خلاص، بدل البيع البيع والشراء كان على كامل الأرض، خلاص كده يبقى إيه؟ يبقى خلاص ملوش البائع ملوش غير الدين اللي هو على المشتري. نعم.